السلام عليكم. تقول المرويات التاريخية إن الحرب كفتح باب غرفة مظلمة لا يعرف أبدا ما الذي سيحصل عند فتح هذا الباب. لقد فتح تحالف الانقلاب هذا الباب بشكل واسع، وهذه الغرفة المظلمة نهار 21 من مارس باسم التعبئة العامة التي خلفت كل هذه النتائج وعبأت المقابر بالضحايا المغدورين. على أنقاض عملية سياسية ودولة ووثيقة حوار ودستور اتحادي تم اختطافه في منتصف الطريق، أعلنوا الحرب. على أوجاع شعب يحتل ذيل الترتيب العالمي في مؤشر التنمية ويعيش ملايين الأطفال خارج المدارس، أعلنوا الحرب. على السهول والسواحل والقرى البعيدة والطرقات العامة والأيادي العاملة، أعلنوا الحرب. ونحن نعيش الذكرى السوداء لإعلان الحرب من قبل ميليشيا الانقلاب باسم التعبئة العامة، يرتفع نداء التاريخ لليمنيين قائلاً: أيها اليمنيون، لا تبحثوا عن أسباب الحرب في براميل البارود، وابحثوا عنها في الأفكار التي تنتج أسباب الحرب وأسباب براميل البارود. الأفكار المسلحة التي تربعت على ذهنية الحوثي والمخلوع مفادها أن اليمن مشروع غنيمة قابل للاستلاب وشعب قابل للإخضاع والإذلال وعملية سياسية تم الإجهاز عليها من قبل العملية المسلحة. في مثل هذا اليوم تعرف الشعب أكثر على الأيادي الآثمة التي امتدت عبر التاريخ إلى سلطة الشعب لتغتصبها، وإلى موارد الشعب لتنهبها، وإلى دولة الشعب لتقوضها وتحولها إلى أطلال، وإلى هوية الشعب لتمزقها وتجعلها مجهولة بلا عنوان مثل كتاب بلا غلاف. مشاهدينا الكرام، عن 21 من مارس يوم إعلان الحرب الشاملة على اليمنيين من قبل تحالف الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والصحفي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور. إذن أستاذ أحمد، قبل أن نناقش هذه الحلقة دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. ولذلك فإن قرار اللجنتين الثورية والأمنية في اجتماعهما بالتعبئة العامة هو قرار حكيم ومسؤول. تحت هذه اللافتة العمياء خرج زعيم الميليشيا على شاشة التلفزة قبل عامين لإعلان الحرب الشاملة على اليمنيين، والتي بدأت من أعالي الجبال واستقرت في أذنى السواحل. هذا الإعلان كان بمثابة الضوء الأخضر لأنصار الانقلاب الذين كانوا حينها على أبواب الجنوب ليخلفوا جرائم حرب لا تزال جروحها مفتوحة حتى اللحظة. ما إن يسمع اليمني مصطلح التعبئة العامة حتى تتبادر إلى ذهنه محطات تاريخية متشحة بلون الدم منذ حروب اجتياح الإمامة مرورا بحرب صيف 94. إنما يمكن أن يترتب على خيار الذل والاستكانة والصمت والاستسلام والتغاضي هو الأمور الفظيعة. هو ما يحصل اليوم، قتل وسحل. بدا اليوم واضحا أن ما خوف الحوثي أنصاره منه يومها كان يعده لليمنيين في جنوب الوطن وشماله، فحيثما وصل هو وأنصاره يحصل ما ذكر من قتل وسحل وتفجير منازل وغيرها من الجرائم. لن ينسى اليمنيون أنهم وفي طريقهم إلى دستور جديد وتنفيذ مخرجات حوار توافقوا جميعا عليه، انقلب عليهم الحوثي والمخلوع وقطعوا طريق بناء اليمن الاتحادي الجديد لصالح مشاريعهم العنصرية الصغيرة. عامان من الحرب التي أشعلها الحوثي وصالح، يصعب على من يقلب في تاريخ اليمن أن يجد أشد منها، إذ أصبح شبح المجاعة يهدد أكثر من 80% من الشعب، ناهيك عن قتل الناس وتفجير منازلهم ونهب وتدمير ممتلكاتهم. والأسوأ من ذلك اختطاف دولتهم وتفخيخ مشروع الدولة الجديد. ستظل أصابع اليمنيين تتجه نحو من أشعل الحرب في صعدة وعمران وصنعاء وتعز وعدن والضالع، ووزع القتل والدمار في كل قرية يحط رحاله فيها. ولن ينسى اليمنيون من أطلق الرصاصة الأولى في هذه الحرب الكارثية. أستاذ أحمد، يعني شاهدنا عبد الملك الحوثي ملوحا بيده ليعلن حرب شاملة على اليمنيين بعد التعبئة العامة التي أعلنتها اللجنة الثورية العليا كما يسمونها. هل تعتقد أن الأمر جاء امتداد لاجتياح مسلح من صعدة إلى عمران إلى صنعاء حتى يبتلع بقية الدولة، أم أن الأمر كان مفاجئا وساعدتهم الأحداث عليه؟ لم يكن الأمر مفاجئاً البتة، يعني وكان هناك مؤشرات كثيرة، وكان هناك السيناريو كان واضحاً، وكان هناك شركاء لهذا السقوط. البدايات كانت بسقوط العاصمة صنعاء وتوقيع اتفاق السلم والشراكة تحت تهديد السلاح برعاية المبعوث الأممي ورعاية سفراء الدول المشرفة على التسوية في اليمن. للأسف هؤلاء يمكن اعتبارهم شركاء للسقوط، الذين أيضاً
مهدوا للسقوط بمغادرة تم صنعاء، مغادرة البعثات الدبلوماسية بالكامل العاصمة صنعاء قبل أن يتم إعلان التعبئة، وسكوتهم على احتجاز الرئيس هادي. المجتمع الدولي سكت بالكامل على احتجاز الرئيس هادي، مجلس الأمن، المبعوث الأممي، حتى استمر في صنعاء المبعوث الأممي إلى بعد إعلان التعبئة العامة وغادر. لم نسمع، وكان يتحدث المبعوث الأممي حينها جمال بن عمر أن الأمور تحت السيطرة. كان الحوثيون يقصفون دار الرئاسة ويقصفون صنعاء، وهو يقول أن الأمور تحت السيطرة وأن المفاوضات جارية وأن تم الإعلان الدستوري، تمت القصص، وكان المبعوث الأممي ما زال يتحدث أن الأمور تحت تسوية، احتجز الرئيس، احتجز رئيس الحكومة، حصر الوزراء، قدم استقالته، دعا لاجتماع مجلس النواب، لم يذهب مجلس النواب للاجتماع. قبلها كان هناك المخلوع صالح يرسم تفاصيل المرحلة ويتحدث فيها عن المناطق التي متاحة للهروب، وأن هذه انتهى زمنه وأنه لم يعد لديه إلا يعني أن يهرب إلى جيبوتي، وكان يحدد أن المسار الذي كان يعتقد أنه سيعيد تكرار السيناريو 94، لكن ما حدث كان جزءا من مخطط أعد له بعناية، ليس فقط من سقوط صنعاء في 21 سبتمبر، لكن فيما قبلها بدأت ربما منذ اللحظة الأولى للتوقيع على المبادرة الخليجية، والثورة المضادة كانت تعمل واستخدمت جزء من أدوات الثورة واستخدمت جزء من شركاء الثورة. للأسف كان الجميع يتغافلون، بما فيهم الأطراف السياسية التي كانت جزء من اتفاق التسوية السياسية التي تم بموجبها يعني وصول الرئيس هادي إلى السلطة وتنحي أو خلع علي عبد الله صالح. كان هناك جزء من إغفال، لم تكن تسمى الأمور على حقيقتها. ذهبت الأحزاب السياسية إلى صعدة لتفتح الطريق لمشاركة الميليشيا، وهي تدرك أن الميليشيا منذ اللحظة الأولى استغلت مؤتمر الحوار للتوسع والتمدد، لكن لم يكن أحد يقول أن هذه مشكلة. كان هناك اشتباكات تدور في حجة، كان هناك توسع في الجوف في مناطق متعددة، وصل الحوثيون إلى صنعاء وتحت ذريعة الجرعة ومجرعة، ومع ذلك كان الناس يعتقدون أنه بالإمكان أن يفتحوا حوار. ذهبت الأحزاب بكاملها مرة أخرى إلى صعدة وانتظروا أمام يعني ساعات طويلة كي يقابلهم عبد الملك الحوثي، وعادوا بخفي حنين. وعاد المبعوث الأممي إلى مع مدير مكتب الرئاسة للأسف وقتها وعدد من قادة الأحزاب السياسية إلى صنعاء بالتزامن مع اقتحام العاصمة صنعاء، وذهبوا لتوقيع السلاح. إذن يعني عند هذه النقطة أستاذ أحمد، يعني قلت بأن مجتمع دولي صامت، مجلس الأمن لم يتحرك، مبعوث الأممي حينها كان موجود في صنعاء، هل تتوقع أنه كان يراد للمشهد أن يكتمل كما رسم عن طريق صالح مثلا وعبد الملك الحوثي، تقبل استقالة رئيس الجمهورية حينها ويسيطرهم على المشهد؟ لم يكن حتى يراد أن تقبل استقالة هادي، ولأن هذه ستربك الأوضاع وستدعو لتعليق يعني المشهد، لكن كان يراد أن ينتهي هادي بالمرة. كان ربما هناك سيناريو أن يتم تصفية الرئيس هادي أو وضعه عبر الـ يعني تحت الاحتجاز، وشاهدنا كيف قتل عدد من أفراد حراسته وكيف طردوا من العاصمة صنعاء بشكل غير مسبوق في التاريخ، ومع ذلك لم يتحدث أحد. ألوية الحماية الرئاسية التي كانت مخولة بحماية هادي سهلت سقوط العاصمة صنعاء وسهلت وضع هادي تحت الحراسة. الموضوع كان أن المخلوع لديه ثأر ليس فقط مع هادي لكن ثار مع اليمنيين. كان لديه كيف يقبل المجتمع الدولي ان يقف مع ثار صالح؟ لانه لم يجد يعني للاسف الاطراف الاخرى السياسيه الاخرى لم تقدم نموذج قابل للتعميم والتطبيق. كان ما زال الرجل ممسكا بتلابيب، كل ما انتزع من مكان عاد له من مكان اخر. هناك دوله عميقه، كان لديه رجال في كل مكان. للاسف الفتره الانتقاليه لم تدار بشكل صحيح يمكن من القضاء على يعني ادوات صالح. تم اعاده يعني ادوات صالح بشكل او باخر داخل المؤسسه العسكريه، حتى هيكله الجيش لم تتم بالطرق المعروفه. انه هناك مجموعه من الاشخاص المتورطون، هناك ادوات كان يدير بها صالح ادواتهم. كان هناك فجوه بين الرئيس هادي وبين الاحزاب السياسيه وبين الشارع، ترك الشارع بعيدا، الناس خرجوا
لدعم الشرعية ودعم شرعية هادي وخرجت مسيرة مليونية، لم يلتفت إليهم هادي ولم يعني يقول أن هذه يعني فعلا هناك مطالب شعبية. الناس تركوا في مواجهة الميليشيا، دخلت الميليشيا اقتحمت المدن اقتحمت المؤسسات، لم يصدر أي بيان سياسي من أي جهة تحمل أو تدعو المجتمع الدولي للتدخل. خرجوا الناس في الشوارع ضربوا واعتقلوا وعذبوا ولم يصدر أي بيان. ما حصل في 21 مارس هي كانت بداية لموضوع استعادة النظام القديم، وما حدث كان بالتزامن مع خطاب عبد الملك الحوثي. كان هناك بيان للجنة الثورية تعلن أن الرئيس هادي مطلوب للعدالة وأنه فاقد الشرعية، يعني عصابة انتزعت السلطة وانتزعت البلد ومن ثم تقول أن رئيس الدولة هو فاقد للشرعية وأنه مطلوب للعدالة. يعني في أبرز تجليات سخرية القدر، يعني عندما يصبح الحاكم لصا، يعني مجموعة من اللصوص جاءوا ونهبوا الدولة ومن ثم منحوا أنفسهم شرعية، منحوا أنفسهم شرعية عبر البيان الدستوري، ومنحوا أنفسهم بعدها الشرعية بالنزول إلى المحافظات واستلامها. لاحظنا في 21 مارس كان يراد عندما تم استخدام الطيران لقصف المعاشيق القصر الجمهوري، نفس السيناريو كان ستقصف به مأرب، سيقصف به المواطنين في كل مكان. عندما كان هناك بأيديهم سلاح لم يتورعوا في قصف المدن، لم يتورعوا في قصف يعني القرى، حتى القرى السكنية في أطراف الريف اليمني قصفت، وصلت إليها المدرعات ووصلت إليها القذائف والمدفعية التي لم تصل إليها الدولة في يوم ما. وبالتالي كان هناك مخطط أن يتم تصفية الرئيس هادي ومن ثم فرض حالة طوارئ وعودة النظام القديم، يعود علي عبد الله صالح أو يعود نجمي بهيئة أخرى بشكل أو بآخر. وبالتالي كنا سندخل في سيناريو، يعني كان سيناريو الحرب الأهلية معد سلفا، وكان فقط ما هادي كان هو العقبة الوحيدة لاستعادة النظام القديم. نعم، إذن ينضم معنا في هذا النقاش الأستاذ علي سراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ علي. في ذكرى الحرب الشاملة ومعرف بالتعبئة العامة على اليمنيين، ما الذي شكلت هذه المرحلة من منعطف هدد السلم الاجتماعي وقوض العملية السياسية وما زلنا ندفع ثمنه حتى الآن؟ هو الواقع لم نعد في طور التهديد، وإنما نحن واقعين في 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 عمق المأساة وفي عمق الحرب وفي عمق الخطر الذي تشكله العملية الانقلابية التي انقضت على العملية السلمية وعلى الدولة، وفجرت حرب ضروس لا تزال متواصلة منذ عامين وحتى الآن. العملية الانقلابية في الواقع أنها أتت لتقطع تطور سلمي ديمقراطي كانت اليمن تسير وفقا له وتتخطى الصعوبات القديمة من أجل أن تصل فعلا إلى بر الأمان وأن تنجز مهام المرحلة الانتقالية التي كنا نعيش في أتونها وكنا على وشك الانتهاء منها بإقرار مسودة الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والوصول إلى الشرعية الدستورية الكاملة. لكن الانقلابيين كما هو واضح لم يكونوا مستعدين لهذه العملية السلمية، لأن كل تاريخهم هو تاريخ الاستقواء على الشعب اليمني بقوة الحديد والنار. وللأسف الشديد أنه تعاون النظام القديم مع النظام الأقدم وجرى تحالف خبيث بين عفاش القاتل المجرم الذي لم يكتفي ب 33 سنة من الحروب الداخلية ومن التدمير ومن السرقة والنهب لثروات الشعب اليمني، بل واصل هذا المسعى بالتحالف مع بقايا النظام الأقدم، نظام الملكية، النظام الطائفي، أولئك الذين يعتقدون أن الله خلقهم ليحكموا البشر
وليستولوا على الثروات، لأنهم من جنس من يعني من أرومة أفضل وأرقى من الآخرين. حصل نعم. هذا التحالف، حصل هذا التحالف الخبيث، وبالتالي اتفق الطرفان عفاش والحوثي على الانقلاب على العملية السلمية وإدخال اليمن إلى أتون هذه الحرب التي لم تتوقف بعد. هم يأملون أن ينتصروا في نهاية المطاف، لكن هذا صار صعبا عليهم لأن الشعب اليمني لم يعد وحيدا في هذه الحرب. العالم كله يقف مع اليمن ويقف مع الشرعية ويقف مع قيادة الشرعية، وأظن بأنهم سيخسروا هذه الحرب في نهاية المطاف، وسيؤخذون من آذانهم إلى السجون، وسيحاكمون على الجرائم التي اقترفوها، وسيعاقبون. كل ما نستطيع أن نقول لهم أننا سنضمن لهم محاكمات عادلة، أما غير ذلك فلن يجدوه منا. أستاذ علي، يعني في ذكرى التعبئة العامة وإعلان الحرب الشاملة، الاشتراكي أصدر حينها بيان وقال أن التعبئة إعلان حرب على الجنوب، يعني حدثنا عن ذلك، رغم أن يعني ربما أصدر البيان بعد هذه التعبئة. الأستاذ أحمد ضيفنا هنا في الاستوديو يتحدث عن أن كان هناك موقف سلبي لجميع الأحزاب السياسية في لحظة الاجتياح الحوثي، مرورا بدماج ووصولا إلى عمران وابتلاع صنعاء. في ذلك الوقت عندما بدأوا، عندما أعلنوا التعبئة، كانوا في الواقع يستعدون لغزو محافظة تعز ولغزو الجنوب. كانوا فعلا قد سيطروا على محافظة، على العاصمة صنعاء وعلى المحافظات القريبة منها، وكان هناك كثيرون ومنهم نحن في الحزب الاشتراكي اليمني كنا نحذرهم من التمادي والاستمرار في هذا الاجتياح للمناطق، لأنهم بعملهم هذا سوف يثيرون جراح تاريخية لم تندمل إلا بعد زمن طويل. ولكنهم وبفعل تحالفهم مع عفاش الذي أغراهم بهذا النزول، هم بخوض حرب أخرى وأغراهم بأن لديهم قوات عسكرية تتواجد في مختلف المحافظات وبالذات في المحافظات الجنوبية وفي عدن بالذات، أغراهم بكل هذا، وأنه يستطيع أن يؤمن لهم الانتصار إذا ما واصلوا اجتياح المناطق بقوة السلاح. لكن أستاذ علي، يعني أنت تتحدث عن التمادي، ولكن هل هناك تمادي أكبر من سقوط صنعاء وابتلاع الدولة في مركزها الرئيسي؟ طبعا سقوط صنعاء كان هناك فيه يعني اولا ان الحوثيين رفعوا شعارا خادعا، وعلي عبد الله صالح دخل في تحالف معهم كان لا يزال قادرا على ان يخفيه عن الانظار. عندما قاموا وانشأوا معسكرات للاعتصامات على مدى نعم استاذ علي، يعني هذه الاحداث، هذه الاحداث نتذكرها جيدا، ولكن ايضا ما نتذكره توقيع السلم المشترك الذي شاركت به جميع الاحزاب، لم نجد حزبا واحدا يعني حاملا للمسؤوليه تلك الفتره، الجميع انجر لما يريده الحوثي بطريقه او باخرى. كلا، هذا غير صحيح. اتفاق السلم والشراكه لم يكن اتفاق الحوثي، وإنما كان هو المشروع الذي أعده جمال بن عمر. وإن أعده جمال بن عمر، يعني قرآن يتلى يوافق عليه تماما؟ لا لا، لا تقاطعين هنا. هذا صدر. المشروع لم يكن مشروع الحوثي، كان مشروع جمال بن عمر، وقد كان أعده من أجل أن يعني يعالج إشكالات دخول الحوثيين إلى صنعاء. وفعلا في هذا الاتفاق هم وقعوا على الخروج من صنعاء، ووقعوا على تسليم السلاح الثقيل، ووقعوا على الخروج من المؤسسات، ووقعوا على أن يدخلوا في شراكة مع مختلف القوى السياسية
يعني واستكمال تمثيل مهام المرحلة الانتقالية. رفضوا التوقيع على الملحق الأمني يا أستاذ علي، رفضوا التوقيع على الملحق الأمني. ولكنهم بعد ذلك وقعوا عليه في البداية، صح امتنعوا عن التوقيع على الملحق الأمني، ولكنهم بعد ذلك وقعوا عليه. ومع ذلك نقول هذه الوقائع هي وقائع معروفة ولم يخالطها أي شكل من أشكال يعني التشويه، والكل يعرف هذا. التنظيم الوحدوي الناصري هو التنظيم الوحيد الذي وقع، الذي اعترض على التوقيع إلا بعد أن يوقعوا على الملحق الأمني. نعم. وفعلا في اليوم التالي وقعوا على الملحق الأمني، ووقع التنظيم الوحدوي الناصري، وكانت بقية الأحزاب قد وقعت بما فيهم التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب بدون استثناء. وكان الكل يرى بأن اتفاق السلم والشراكة هو سيضع حد لهذا العنف الذي تعرضت له العاصمة، وسيعيد مرة أخرى إمكانية مواصلة العملية السلمية. لم يكن الحوثيين حينها قد أفصحوا عن مشروعهم من أجل استكمال السيطرة على البلد كحركة انقلابية طائفية تهدف إلى السيطرة، ولكنهم بعد ذلك عدلوا عن هذا المسار وتحالفوا مع عفاش وحولوا الوضع إلى عملية انقلابية كاملة. وكان من الواضح حينها أنهم يتآمرون على حياة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وقد فعلا حاصروه في منزله، والأمور هنا صارت تأخذ مسارا آخر. أنا أعتقد بأنه لا ينبغي أن ينظر للمحطات التاريخية بصورة غير صحيحة، بصورة مخاتلة. اتفاق السلم والشراكة لم يكن مشروع الحوثيين، ولم يكن الاتفاق الذي يخدمهم، وإنما كان هو نفسه قرار مجلس الأمن رقم 2216. من يريد أن يتأكد من هذه الحقيقة عليه أن يعيد قراءة اتفاق السلم والشراكة ويعيد قراءة قرار مجلس الأمن 2216، فيجد بأن القرار هو نسخة تقريبا بالنص لاتفاق السلم والشراكة. ولهذا علينا أن لا نصطنع تاريخا مزورا للأحداث. نعم، إذن شكرا جزيلا. نحن إذا ما أردنا أن ننتقل إلى مرحلة حقيقية، لا ينبغي أن نملأ تاريخنا بالإدانات. كل حدث ندينه، كل واقعة ندينها، لأننا ننظر من زوايا ضيقة، من زوايا حزبية ومن زوايا فئوية، وكأنه لا يوجد تاريخ عام لهذا الشعب، وكأنه لا يوجد من يتابع ويراقب هذا التطور. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي. العملية السياسية يمكن أن تستعاد إذا ما استوعبت مختلف القوى السياسية بأن تصرفاته ليست مدانة، وإنما كان هناك مراوغات قام بها علي عبد الله صالح، ومراوغات تورط بها الحوثيون، وبالتالي استطاعوا أن يمرروا مشروعا انقلابيا لم تتكشف حقيقته إلا. نعم، أستاذ علي، شكرا جزيلا لك. أستاذ علي سراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ أحمد، يعني نضع مراجعة سريعة لما حدث، ولكن قبل أن أطرح عليك سؤالي نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ احمد. استاذ احمد، يعني الحديث قبل الفاصل عن ان الاتفاق كان اتفاق قادم من جمال بن عمر لمحاوله الخروج مما احدثه الحوثي انذاك، ربما يعني الابرز في تلك النقاط ان يتضح تماما ان الحوثي لا يلتزم باي معاهدات يعني وقع عليها او لم يوقع. هذا يعني يعطينا سياق يعني قادم انه لن يلتزم باي اتفاقات قد تحدث. ربما الخطا الاكبر
لا يعني يتحمله من صدق الحوثي، من قالوا أن الحوثي مارس نوع من الخديعة والالتفاف. يعني هؤلاء للأسف لم يستوعبوا الدرس، لم يعرفوا إلى الآن من هو خصمهم. يعني يجب أولا أن يعترفوا أن كان هناك خطأ كبير جدا. اتفاق السلم والشراكة كان قفز على مؤتمر الحوار ومخرجات مؤتمر الحوار والتوافق والاتفاق، يعني وقعها الجميع، والحوثيين دخلوا إلى قصر الرئاسة وهم بأسلحتهم وهم اللي فرضوا ما أرادوا، وقعوا واستثنوا الملحق الأمني، ويعني كم يعني عدد كبير من الاتفاقات التي تم توقيعها منذ الحرب الأولى إلى يعني إلى اليوم وهم يوقعوا الاتفاقات وينقضوها. وبالتالي الحديث عن أنه تعرضنا لخدعة وخديعة وأن هذه كان هناك سيناريو، لا يمكن يعقل أنه لدينا مخرجات الحوار ونذهب نقزمها في اتفاق سلم الشراكة يتيح للحوثيين أن يأخذوا نصف الدولة، أن يعينوا نائب رئيس، أن يعينوا نواب لجميع الوزراء، أن يفرضوا مشرفيهم وهم، وبالتالي يعني وأن نقول أن الملحق الأمني يعني لم يكن مخرجا، لم يكن مخرجا، وإنما كان تعميد لسلطتهم وأنهم أصبحوا هم من يفرض شروطهم. لاحظنا كيف دخل يعني المشاط، وكيف دخل الصومات، وكيف كان حضورهم في التوقيع، كان يعني وكيف يعني كانوا يبتسمون ويوجهوا الآخرين بالتوقيع. يعني كان هناك يعني انتهاك للدولة، لقضية الدولة، ميليشيا تدخل القصر الرئاسي وتفرض ما تشاء وتحتجز رئيس الجمهورية، ونقول أنها كان اتفاق لإنهاء المشكلة، وكان اتفاق جمال بن عمر واحد من الأطراف التي أسهمت في سقوط الدولة اليمنية. نلاحظ أنه قبل خطاب التعبئة، إذا عدنا قليلا، كان هناك يعني خطط متلاحقة، احتجاز الحكومة، احتجاز الرئيس هادي، خروج يعني اخطاف الدستور، كان هناك أيضا برزت مجموعة من سلسلة من الاخطافات للأجانب، كان أبرزهم يعني فرنسية من في توتال، وأيضا أمريكيين، وكان الموضوع هذا جزء من ابتزاز العالم أنه يعني مقايضة سلامة هذه الضحايا. ولاحظنا بعدين كيف تم إفراج عنهم مباشرة عبر الوساطة العمانية. يعني لاحظ أنه كان هناك مجموعة من الخطوات التي كان يراد بها. إذن أستاذ أحمد، يعني الغريب ربما أن كان اتفاق سلم المشاركة يتيح للحوثي تقريبا نصف الدولة إن لم يكن يعني بفروض بشروطه التي فرضها بمشرفينه الذين يعني أراد تعيينهم بكثير من النقاط التي فرضوها. لما إذن حدث ما حدث؟ يعني لماذا جاء إعلان الحوثي كان سيكتفي بهذه الحصة لولا أن الطرف الآخر لم يكن راضيا. المخلوع علي عبد الله صالح كان لديه ثار مع من أقصوه في 2011، ولذلك لاحظنا قصة دخول غرف النوم وقصة الاقتحامات وإيصال رسائل، أن هذه كان هي 21 يعني سبتمبر وما تلاه، كان هي عملية ثأرية دخلت اليمن في أحقاد شخص مسكون بالأحقاد أراد أن يصفي خصوماته، ليس فقط مع الطرف معين لكن مع جميع الأطراف، مع اليمنيين، كل من قالوا له ارحل حاول أن ينتقم منهم، وقام بترحيل الجميع، قام من لم يستطع ترحيله قام باعتقاله. لاحظنا أنه هناك من لم يتم اعتقاله تم اغتياله، وبالتالي الفكرة قضى على قضية سلمية الثورة، سلمية ودفع الناس دفعا للسلاح، وبالتالي كان لديه مشروع انتقامي. هو كان يرى أنه يعني هو الوحيد، يعتقد نفسه أذكى شخص في البلاد، وهو الوحيد المهيأ لأن يستمر في حكم البلاد. وبالتالي لدينا إشكالة كبيرة جدا. بعد 21، بعد إعلان التعبئة مباشرة، كان هناك الحوثيون في تعز، كانوا سيطروا على الحديدة، سيطروا على إب، نزلوا في تعز، وكان هناك مظاهرة كبيرة في تعز رافضة لوجود الحوثيين أمام الأمن المركزي، وتم فيها قتل المتظاهرين. وبالتالي بعدها كان هناك عبد العزيز، كان يعني حتى كان الموضوع مرتب له بشكل كبير جدا. عبد العزيز بن حبتور الذي كان محافظا لعدن الان رئيس الحكومه، وهو من سهل للحوثيين، وهو كان احد الاطراف التي تامرت لاغتيال هادي، وكان يعني مع عبد العزيز السقاف ومع مجموعه عفوا يعني مع مجموعه اخرين كانوا يراد لهم ان يتم السيطره على الوضع. لكن ربما كان حدث بعدها بخمسة أيام، ما حدث من تدخل للتحالف، ربما خلط الأوراق بشكل كبير جدا. لكن لا يمكن الحديث عن ربما يعني أستاذ أحمد لم يكن في تصور الحوثيين أن التحالف أن عبد ربه منصور هادي سيخرج خارج اليمن. الفكرة هي تصفية هادي. نعم. كان هناك يعني كان هناك مخطط لتصفية هادي عند وضعه في القمة الجبرية، عندما استطاع الخروج كان الفكرة أنه سيتم تصفيته في عدن، تم قصف المعاشر. نعم، جميعا استمع
معنا بالاتصالات المسربة. الحديث فقط انه يعني انه الان كان صالح يستعد للعوده مباشره الى دار الرئاسه، حتى دار الرئاسه لم يدخلها هادي ولم يسكن في دار الرئاسه وظل في منزله لانه يدرك انه في هذا المكان لم يكن امنا، بيئه لم تكن امنه، يعني كان هناك جميع الاطراف تتامر على هادي وهادي لم يستطع ان يكسب ثقه اي من الاطراف، كان هناك ايضا للامن ان نستطيع ان نقول ان البيئه التي كان يعمل فيها هادي هي بيئه معاديه، والرجل حاول لكن لم يكن بتلك القدرات التي تسمح له، لا السن ولا الاحزاب التي موجوده ولا كان الجميع يرى ان هذه الرجل الضعيف الذي يستطيع الجميع تمرير ما يريدونه عبره، وبالتالي كان هذه هي اشكاليه كبرى جدا، الاحزاب السياسيه والاطراف السياسيه اليمنيه لم تسجل مراجعه حقيقيه لادائها، كيف تعاملت مع المرحله الانتقاليه، ما وصلنا الى 21 مارس، كان الحوثي لديه مشروع مختلف تماما، هو لديه يعني كان الفكره الاساسيه والتي كان يضعها الحوثي وانه مستعد ان يقايض الشمال بالجنوب، خذوا الجنوب ولكن اتركونا في الشمال، علي عبد الله صالح كان يريد الكعكه كلها، وكان حتى لو لاحظنا ما حدث قبل 21 مارس، يعني قبل 21 مارس كان هناك احمد علي عبد الله صالح كان موجودا في الرياض وذهب لعرض صفقه انه مستعد للحرس الجمهوري ان يطرد الحوثي من صنعاء مقابل ان يعود هو وان يسقط اسم والده من يعني عقوبات ملف العقوبات وما الى ذلك، ولاحظ انه كان يعني الرجل يتحين ويعتقد والى الان ما زال يريد ان يفاوض الجميع وما زال لا يهمه الدمار، لا يهمه الخراب ولا يهمه شيء، لكن الكارثه الكبرى هي ان الحديث جميع الاطراف الان النخب السياسيه التي خرجت من البلاد بعد ان هيئت للحوثي دخول صنعاء ودخولها ما زالت تتحدث انها تعرضت لخديعه، الناس لم تكن هناك خديعه، كان هناك تواطؤ كبير جدا، كان هناك صراعات سياسيه وحزبيه واضحه جدا، كان كل طرف يريد ان يصفي الطرف الاخر، لكن للاسف اكلت جميع الاطراف يوم اكل الثور الاول، اكلت بقيه الاطراف، عندما سقطت الدماج، سقطت صنعاء، سقطت عدن، سقطت الجميع، وما زال الى الان علي عبد الله صالح والحوثي ما زالوا يتربصوا بجميع المناطق، وللاسف ما زال هناك ادوات في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط وفي كل مكان تعمل صالح مشروع علي عبد الله صالح وتعمل لمشروع الحوثي، وبالتالي اليمنيين ليس لديهم الا ان يكونوا جزء من مشروع استعاده الشرعيه مع المقاومه في تعز، مع المقاومه في البيضاء، مع المقاومه في مأرب، مع المقاومه في عدن، مع الرئيس الشرعي، اما الحديث عن هناك تغيرات كبيره جدا حصلت، للاسف اداء النخب السياسيه ما زال مشوب، يعني لاحظ انه خلال السنتين الماضيه لم يستطيعوا، العالم يقول للشرعيه نحن معكم، لكن لا يوجد خطاب أو أداء داخل الشرعية يستطيع التماسك، ما زال هناك الكثير من الاختلالات، يعني نلاحظ حتى المواقف الأمريكية والمواقف الغربية تغيرت تراوح، يعني في اليوم الأول في 21 مارس كان هناك بيان من الخارجية الأمريكية تتهم في إيران بالتدخل لدعم الحوثيين وإلى آخره، لاحظنا خلال العام الأخير أنه أصبحت الأمريكا تقول يذهب وزير الخارجية كيري الذي أصدر بيان في 21 مارس 2015 يدين فيها العملية الانقلابية على استحياء ويحمل طهران المسؤوليه في بعد اكثر يعني في نهايه ولايته ذهب الى مسقط للقاء الحوثيين الذين كان يصفهم خلال العامين انهم انقلابيين، وبالتالي هذا يشير الى ان هناك خلل كبير جدا في الاداء السياسي. نعم استاذ احمد ينضم معنا عبر الهاتف الاستاذ نجيب اليافعي الصحفي من الدوحه، مساء الخير استاذ نجيب. مساء النور. أستاذ نجيب، إذا ما تحدثنا عن مقارنة تاريخية يعني برأيك هل جاء إعلان التعبئة العامة والحرب الشاملة امتداد لحروب الاجتياح الإمامية؟ بلا شك لا زالت جروح اليمنيين تنزف حتى اليوم ابتداء من بداية القرن العشرين من تسلم الإمام يحيى الحكم في عام 1918 بعد خروج الأتراك، وهو يقوم بحملات شعبية ضد اليمنيين، وهذا داب الأئمة وخصوصا الهاشميين العنصريين الذين استمرأوا دماء اليمنيين وأحلوا دماء اليمنيين عبر تاريخ الزيدية الهدوية التي تقوم في أصلها على احتقار اليمنيين في عموم اليمن، ولذلك وجدناهم كيف يستخدمون أبشع الوسائل ويستخدمون كل أنواع الحقارة والاستهانة بدماء اليمنيين، ووجدنا منذ 2011 كيف استخفوا باليمنيين وقاموا بكل أنواع الجرائم التي يندى لها جبين البشرية حتى اليوم، يعني هذه الجرائم التي لم تقم بها حتى إسرائيل ولم يقم بها حتى اليهود باستثناء فترة بسيطة من تاريخهم في احتلال فلسطين، الزيدية الهدوية قامت في جذرها الأساسي على هذا الأساس، وبالتالي هذه التعبئة التي أعلنوا عنها والتي لا زالوا إلى اليوم يصفون اليمنيين بالكفار وبالملحدين ويصفونهم أيضا بالعملاء وبالزنادقة
هذه الاوصاف كلها اسوء، وبالدواعش اللافته الاخيره التي يقومون عليها استجلاب الدعم الغربي، كل هذه الاوصاف تدل على ان هذه الفئه لا يمكن التعامل معها باي سلام او باي تفاوض او باي لغه غير لغه السلاح. هم استخدموا السلاح ضد اليمنيين وقاموا بكافه انواع العنف، وبالتالي لا يمكن التعامل معهم الا بهذه اللغه. نعم. يعني استاذ نجيب، هل نستطيع ان نفهم ان هذه الحروب ليست بمعزل عن الافكار التي يعني تحركها، وخصوصا فكره اغتصاب السلطه والاجتياح؟ الفكره الاساسيه التي تقوم على حصر الامامه في البطن هذه هي الفكره الحقيره التي جاء بها الامام الهادي يحيى بن الحسين الرسي، ولا زالت تسري في دماء الهاشميين العنصريين الذين يجدون في هذه اللافته فرصة لهم للانقضاض على الحكم وللتسلط على رقاب اليمنيين. وبالتالي أعتقد أن هذه الفكرة هي الأساس، والتي لابد علينا أن نقف في وجهها وأن نشن يعني حرب ثقافية وإعلامية خلال المرحلة القادمة، وتكون هدف رئيسي حتى نستوصل هذه الفكرة الأساسية، وهي التي تقوم عليها الزيدية الهدوية، وهي لب الزيدية الهدوية إذا تكلمنا عنها بهذه الطريقة. وبالتالي هذه الفكرة هي التي استطاع من خلالها الهاشميين العنصريين بعث الروح لدى فئة وطائفة ومناطق في جغرافية محددة في شمال الشمال، واستخدموهم ضد اليمنيين وحولوهم إلى مجموعة من القتلة ومن المجرمين الذين نجدهم الآن يتوزعون في مختلف أنحاء الجبهات ويقاتلون اليمنيين ويتكلمون بكل وقاعة عن هؤلاء العملاء وهؤلاء الدواعش الذين هم الآن، وكانوا من قبل يصفون اليمنيين بأنهم كفار ثوري. وبالتالي أعتقد أن هذه التعبئة لا توجه إلا بتعبئة أشد وأقوى، ولا بد من حملة قوية تتبنى مسألة الانتقام والعدالة، وهذه مهمة جدا حتى نتخلص من هذه الفئة ومن هذه الجماعة التي تقوم في أساسها على حرب اليمنيين بهذه الطريقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي نجيب اليافعي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. أعود إليك أستاذ أحمد، لو عدنا بالحديث عن إعلان التعبئة العامة التي جاء في بنودها توجيهات مباشرة للقوات المسلحة واستحضار ورقة القاعدة وداعش، يعني ما دلالة ذلك، خاصة يعني وأن هناك أمر للقوات المسلحة وكأنها تأتمر بأمرهم يعني وأنهم مسيطرين تماما عليها؟ للأسف للمرة الأولى في التاريخ، ربما في تاريخ الدول، أن تسيطر الميليشيا وتوجه الجيش. الميليشيا التي قتلت من الجيش خلال الحروب صعدة، وتباهى محمد البخيتي أنهم قتلوا 60,000 جندي في حروب صعدة، أن يتحول هذا الجيش إلى أداة بيد الميليشيا وأن تسيره الميليشيا. يعني كان هناك قصص عجيبة جدا في هذه سابقة خطيرة جدا، لكن تكشف أيضا أن ما كان إعلان، لم يأتي إعلان التعبئة إلا والحوثيون لديهم ضوء أخضر من المخلوع صالح الذي يعني أستاذ أحمد، يعني ربما هذه يعني نقطة غريبة ما زلنا نبحث يعني في جوانبها الأشد عداوة، يعني إن بحثنا في التاريخ، يعني صالح هو العدو الأول يفترض، لم يكن يعني هذه يعني قتل حسين الحوثي واحتفظ بجثته وأقاموا تلك المباكي، ويعني على ما حدث من ظلم عليهم من قبل صالح بالنسبة يعني للجميع كان هؤلاء الشيعة، هؤلاء وهؤلاء، ثم في الأخير يتم الاتفاق بينهم ونسيان الثارات. هناك هدف، الهدف كان السلطة، كل يريد أن يصل إلى السلطة عن طريق الآخر يعني، وبالتالي ظنًا من أن الآخر في الأخير هم أصبحوا في خندق واحد. لكن حقيقة الأمر أنه صالح هو يعمل ضمن مشروع خاص به لاستعادة نظامه وسلطته، والحوثيين استفادوا من هذا. لكن أما اليوم لا يمكن الفصل بين صالح والحوثي، أصبح اليوم مشروع واحد. ما يحدث في صنعاء، ما يحدث في يعني حتى الإهانة التي تعرض لها مسؤولين المؤتمر الشعبي العام، خطاب صالح التحريضي ما زال يحرض على الإصلاح، والحوثي هو من يقوم بانتهاك حتى يعني أعضاء المؤتمر الشعبي العام. لكن ما حدث هي جزء من أنه سيناريو واحد، الهدف واحد. علي عبد الله صالح لم يكن يوما رئيسا يعني لديه مشروع، هو اغتصب السلطة في 78، كان رجل عسكري لا يوجد لديه أي أفق سياسي، فقط يجيد كيف يجيد الحكم بناء على التناقضات. استطاع أن يكسر اليمنيين، يكسر أشياء كثيرة في الذات اليمنية، في الروح اليمنية، أصبح جعل اليمنيين يعني حتى صورهم للعالم أنهم مجموعة من الأوباش بإمكانهم أن يتقاتلوا، وأنه مجموعة من المجانين، وأنه العاقل الوحيد.
لكن ما حدث ان الرجل يعني في 2000 ومن 2011 يعني هو خرج من الجاهزيه تماما بعد الحادث اللي تعرض له في ربما فقد حتى الاتزان النفسي، اصبح لا يرى الامور الا من منظور التفجير الذي تعرض له وكيف يريد ان ينتقم من الجميع، وبالتالي هو الان مارس نفس ما مارسه ايضا حتى الدكتاتور الصومالي السابق يعني محمد فرح يديد بنفس الطريقه، ادار الامور والتناقضات والخلافات، حتى هو كان يقول سننقل يا انا يا 5 دول، يا انا يا حرب من طاقه الى طاقه، وبالتالي هذا هو الذات، وللاسف كان هذا الخطاب لا يستهجن من قبل الأطراف السياسية الأخرى، لكن اليوم لاحظنا أنه خلال التعبئة التي تم أعلن عنها كان هناك حديث أن التعبئة والاتجاه باتجاه الحدود، ولكن كان الاتجاه التعبئة باتجاه تعز باتجاه البيضاء، يعني الحوثيون قتلوا، يعني بدأ بمناورات في الحدود الحوثيون قتلوا من اليمنيين يعني ما لم يمر عليهم ما يعني أعداد كبيرة جدا تحت مسميات كبيرة جدا تحت مسميات أنهم دواعش تحت تكفير، الآن يعني كانوا يقولون أن القاعدة هي التكفيرية، الآن هم لديهم حملة من سنة وهم لديهم مشروع اسمه برنامج أشداء على الكفار، وأين هم الكفار؟ الكفار في تعز، الكفار في البيضاء، الكفار في مأرب، الكفار في الجوف، الكفار في صنعاء، يعني إلى الآن أكثر يعني أكبر عدد من المعتقلين موجودين في سجون الحوثيين منذ سنتين، هناك أكثر من 60,000 مختطف، هناك أكثر من يعني حتى الإحصاءات الدولية لا 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 توجد أرقام صريحة وحقيقية. نعم. باعتقاد أن هناك جزء أيضا ما يحدث في اليمن من إعلان التعبئة الأول تم في 21 مارس، كان هناك إعلان تعبئة آخر في 16 فبراير 2016 لكنه نعم. أيضا كان إعلانا بائسا وهو أيضا تكريس للحرب الداخلية والهوية الداخلية. وما زالوا هناك إشكالية كبيرة تتعلق في أن الجماعة هذه الجماعة هي لا تؤمن إلا بالقوة وإلا نعم. أود أن نشير أستاذ أحمد يعني ختاما إلى أهمية أن نذكر بمن أعلن هذه الحرب، خصوصا أن هناك من يتحدث عن تاريخ غير هذا التاريخ، ناسيا ما حدث في الانقلاب، ناسيا مثل هذا الخطاب التعبوي، ناسيا يعني أن من بدأ بالحرب وباحثا عن النتائج أو محملا النتائج كافة الأسباب، من قام بالحرب الداخلية واجتاح المدن وقصفها هو يتحمل تبعات ما بعدها، يعني التحالف دخل في خط المواجهة عندما وجد أن مصالحه تهدد، عندما ذهب المجانين إلى الحدود ويعني استعرضوا ب4 خزانات وقالوا أنه لديهم إمكانية أنهم يحرقوا العالم سيحرقوا الجزيرة، عندما ظهر الإيرانيون ويقولوا الآن أصبح الحوثيين هم سادة الجزيرة العربية، وبالتالي هذا خطاب مجنون، خطاب كراهية، خطاب يعني كان الهدف منه ابتزاز العالم، لكن ما حدث انه لم يتاثر احد، لم يتاثر الا اليمنيون، يعني الان اين اليمنيون؟ الان من 2015 الى الان اصبح اليمنيون اكثر من 2 مليون مشردين خارج الوطن، هناك نزوح داخلي لمثل هذا العدد، هناك يعني ماساه حقيقيه في اليمن، عندما تتوقف الحرب وعندما يتم استعاده الدوله سيكتشف اليمنيون كم خسروا. نعم. سيكتشفوا أي كارثة ألحقها الحوثيون بالنسيج الاجتماعي للبلد، كم أطفال غرروا بهم، وبالتالي اليمنيون ليس لهم إلا أن يرفعوا أمام الخطاب التعبئة الطائفية خطابا وطنيا، خطابا يستثني يعني لا ننجري للمربع الطائفي الذي يراد تصوير المعركة أنها بين سنة وشيعة لا، المعركة هي صراع على الدولة واللا دولة، صراع بين الشرعية وبين اللا شرعية، وبالتالي مشروع اليمنيين هو استعادة دولتهم، وهذا ما سيحدث، لا يمكن أن تستمر الميليشيا إلى الأبد، الآن تحول الميليشيا أصبحوا إلى مجموعة من تجار الحروب، لن يذهبوا، لن يوافقوا على توقيع أي اتفاق للسلم، ولن يوافقوا على اتفاقية لإنهاء الحوار، ولن يسكتوا إلا بأن يتم جرهم إلى المحاكم وأن يتم أيضا استعادة الدولة بالقوة. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي أحمد الزرقا، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم، أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء اليمني الجديد، كونوا برعاية الله وأمنه.